تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تمنع دخول هذه المساعدات ما يفاقم من الأزمة الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية من أمام بوابة معبر رفح البري. ربما التطورات الإنسانية لم تتغير كثيرا عن الأمس، ولازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعسفية التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية لمنفذ كرم أبو سالم لليوم الثاني على التوالي، ونحن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ورغم الحاجة الماسة والكبيرة للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقبل أي من الشاحنات اليوم لمنفذ كرم أبو سالم سوى 4 شاحنات للغاز فقط، على الرغم من أن مصر جهزت ما يقرب من 8 شاحنات للوقود، 4 شاحنات للغاز و4 شاحنات للسولار، لكن عادت شاحنات السولار كما هي محملة بالمواد البترولية إلى المنطقة القريبة من معبر رفح لتصطف مرة أخرى تمهيدا لدخولها غدا إلى منفذ كرم أبو سالم. وكأن الهدنة التكتيكية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي هي هدنة لتوقف المساعدات وليس لتوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فهذه العمليات مستمرة منذ صباح هذا اليوم، خاصة في منطقة حي تل السلطان التي تعرضت للقصف صباح اليوم، بالإضافة إلى بعض المناطق أيضا في مدينة رفح الفلسطينية. ومنذ قليل كنا نسمع يعني دوية الانفجارات في القرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأيضا بعض الجرحى والمصابين الذين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس جراء القصف الإسرائيلي على مناطق في غرب مدينة رفح الفلسطينية. وربما أيضا عمليات القصف طالت مجموعات تأمين المساعدات المتجهة من رفح الفلسطينية إلى قطاع غزة، وكأن هذا يشير إلى عدم الأمان في المناطق الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف فليس هناك تأمين لهذه الشاحنات، وهذا ما أكدته الخارجية الأمريكية وأشارت إليه بأنها تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتأمين عملية دخول وخروج عمال الإغاثة من وإلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. فبالتأكيد يعني عمليات القصف مستمرة وهناك منع لدخول المساعدات الإنسانية، وعلى الجانب الآخر مصر لازالت تواصل جهودها ومسؤولياتها تجاه الأشقاء في قطاع غزة بالوصول إلى هدنة ووقف إطلاق نار كامل وإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.